قلت الوداع. ايوه عن دورك في الضحك الباكي. قلت الوداع هو عن دورك. هو محمد الغيطي ولا الشواف اللي قال لك؟ الشواف هو اللي بيعد البرنامج عشان هو مؤلف وعارف ان الورق ده كان عندي. عموما يعني دي كلها نصيب يعني. قعدنا اشتغلنا عليه شويه وانا ومحمد الغيطي، وكنا زمان ما كانش حد متشجع ينتجه ساعتها، ويعني عادي. وحمل عمره يعني قلت الوداع مليون من زمان قوي ما كنتش فاكره يعني. ندمت؟ لا ما بندمش على حاجه الحمد لله. وبعد ما اتعمل يعني ما بفكرش كده يعني. اصل انا وعمرو عبد الجليل ده يعني قلبي. انت ما قلتش روحي. الحمد لله ان هو. لا ما بقولش كده. ان انا ما عملتوش؟ مش من النوع اللي بقول كده. ليه اقول كده يعني؟ ليه اقول الحمد لله؟ انا افرض انا كنت يعني، ما ممكن انا كنت. طيب ليه اتقال ان انا كنت ممكن اعمله في شكل تاني اللي ما كانش عايزك في الدور ده؟ حد قال ماشي كويس. هو ما يعرفش امكانياتي ممكن ساعتها يعني. لكن انا عرفت اثبت للناس ده وانا من خلال يعني مسافات فيها نقلات في حياتي. كبري ده عملته بشكل، رسائل البحر بشكل، ده بشكل، ده بشكل. استاذ فاضل ممكن ما كانش يعني يعني عارف امكانياتي. حد قبل كده قال لك الوداع وانت ما كنتش عايز تخسره؟ حد من اصحابي؟ لا. أو حد أنا حد أعرفه. من الحياة عموما؟ لا. حبيبة واحدة حبيتها، صديق؟ لا أنا بسيب. أنا أنت اللي بتسيب؟ آه. دون جوان يعني يا لطفي؟ مش دون جوان، هو أنا راجل حقيقي ومخلص وما بكدبش على حد وما بضحكش على حد. ولما كان في حاجات وحياة ما بفهم إن الشخصية دي ما تنفعش. أعوذ بالله حرام عليك يعني. ما تقفشتش ولا مرة؟ أعوذ بالله. طب خلي بالك بقى. أعوذ بالله. لا لا قلت كلام. الوداع لفتره حلوه في حياتك. انا من قبل ما اتجوز اقول لك بقى على حاجه. اه سر امانه قدام ربنا يعني. والله من قبل ما اتجوز ما اعرف اي حاجه. كم مليون هيشوفها؟ آه يعني ما خلاص المسائل دي مش حلوه يعني. يعني في يعني ليها عقاب قاسي جدا ما حدش يقدر عليه. فانا عارف ده من بدري بقى، من وانت صغير. طيب قلت